السلام عليكم. هذه المحاضرة راح تتطرق إلى mass transfer theories أو نظريات انتقال الكتلة. إحنا عرفنا بأن انتقال الكتلة يحدث من منطقة ذات تركيز عالي إلى منطقة ذات تركيز أقل حسب ظاهرة المولكيولار ديفيوجن. بالإضافة إلى هذا، أكو عندي نظريات راح تفسر لي طريقة الانتقال، وخصوصا عندما يحدث الانتقال من طور إلى طور آخر، يعني مثلا من يحدث الانتقال من طور غازي إلى طور سائل، أو من يحدث الانتقال من طور سائل إلى طور غازي عبر الحد الفاصل اللي هو الانترفيس. راح نشوف شلون راح يحدث هذا الانتقال، وشنو العوامل المؤثرة عليه، وشلون راح نقدر نتعامل ويا التراكيز الموجودة، وشلون نقدر نأدي الحسابات. فهذا الموضوع راح تتطرق له الماس ترانسفير ثيوريز أو نظريات انتقال الكتلة. فراح نقول basically four theories have been suggested to describe the mechanism of conditions followed in mass transfer process in region of phase boundary. These theories are two films theory, penetration theory, surface renewal theory, or film penetration theory. بصورة أساسية أدي أربع نظريات تفسر انتقال الكتلة أو الميكانيكية اللي يتم اتباعها حتى تنتقل المادة من طور إلى طور آخر عبر الحد الفاصل. عندي أربع نظريات: two film theory، والpenetration theory، والsurface renewal theory، والfilm penetration theory. راح نجي على كل نظرية من هذه النظريات، وراح نشوف شنو الفرضيات اللي تفرضها، وشلون تفسر انتقال الكتلة من منطقة إلى أخرى. فراح نجي على أول نظرية two film theory، وأكو بعض المصادر تسميها two film بصيغة المفرد. هذه النظرية أو هذه الثيوري تفرض التالي. الفرضيات التالية هي اللي راح تتبناها هذه النظرية. أول شيء، resistance to transfer in each phase could be regarded as lying in a thin film close to the interface. المقاومة لانتقال الكتلة ممكن اعتبارها على أنها موجودة في طبقة جدا خفيفة تكون موجودة على طرفي الانترفيس. طبعا نجي على الرسم قبلها. هذا هو الرسم. الرسم نفرض بأن هنا عندنا طور غازي، وهنا عندنا طور سائل. الحد الفاصل بين الطورين نسميه الانترفيس. هذا الحد بالخط الأسود المنقط، هذا يسمى بالانترفيس، اللي هو عبارة عن حد فاصل بين طور غازي وطور سائل. طبعا هو الانترفيس مو فقط يفصل بين طور غازي وطور سائل، الحد الفاصل أو الانترفيس هو عبارة عن حد يفصل بين أي طورين مختلفين. ممكن يكون بشكل غاز وسوليد، ممكن يكون بشكل غاز ليكويد، وممكن يكون بشكل ليكويد سوليد. بصورة عامة، الانترفيس هو عبارة عن حد فاصل يفصل بين طورين مختلفين. فهسه هنا مثلا حسب هذه الحالة أخذنا نظرية التو فيلمز ثيوري، وقلنا بأنه نفرض بأنه عندنا عبارة عن طور غازي وعبارة عن طور سائل. الحد الفاصل بيناتهم هو عبارة عن انترفيس، وهذا الانترفيس طبعا صفاته راح تكون مشتركة بين الغاز وبين الليكويد. فحسب الفرضية الأولى، resistance to transfer، المقاومة لانتقال الكتلة in each phase بكل طور could be regarded، ممكن أنه نعتبرها as lying، تكون موجودة in a thin film close to the interface، طبقة خفيفة جدا موجودة على الانترفيس. فحسب هذا الرسم، إذا لاحظ هذا الخط المنقط الناعم، هذا الخط الموجود عندي هنا، وهذا الخط الموجود عندي هنا اللي هو اللايت، هاي عبارة عن طبقات خفيفة جدا تكون ملاصقة للانترفيس بالطور الغازي وبالطور السائل. المقاومة لانتقال الكتلة أو الإعاقة اللي راح يواجهها الجزيئات أثناء انتقالها راح تكون موجودة فقط ضمن هذه الطبقة الخفيفة، وهذه الطبقة الخفيفة مثل ما ذكرت قبل قليل تكون موجودة على طرفي الانترفيس بالطور الغازي وبالطور السائل. فالجزيئات ما راح تجي هنا، البالك هذا مالتي جزيئات كأنما التركيز راح يكون متجانس. نلاحظ بأنه مجرد أن دخلت إلى هذه المنطقة المنقطة راح تبدي التركيز ياخذ في التوزيع اخر. شوف التوزيع مال التركيز بهذا الشكل، يعني هاي الخطوط الخضراء هاي تمثل لي توزيع التركيز مع المسافه. فهنا خارج هذا الخط المنقط نلاحظ بانه التركيز نفس القيمه ثابت، يعني متجانس، لانه اصلا ماكو عندي اي مقاومه، فبالتالي الجزيئات راح تكون متجانسه في هذا الوسط الموجود خارج هذا الخط المنقط. بمجرد ان تجي هذه الجزيئات وتدخل الى هذه المنطقة المنقطة راح تبدي تواجه مقاومة، فبالتالي كل ما تزداد المسافة داخل هذا الخط المنقط أو داخل هذا الفيلم الموجود هنا راح نشوف بأنه عدد الجزيئات يبدي يتناقص،
السبب لأنه أكو مقاومة جاي تعيق مرور الجزيئات. يعني المقاومة في البداية سمحت بمرور هاي الكمية من الجزيئات، لكن الجزيئات المتبقية راح تستمر بمواجهة مقاومة، فما راح تقدر كلها تمر بصورة كاملة، وإنما جزء من عندها راح يتم توقيفه والجزء الآخر راح يسمح له بالمرور. فبالتالي التركيز يبدأ بالهبوط بهذا الشكل إلى أن يوصل إلى منطقة الانترفيس أو الحد الفاصل، راح يبدأ يعبر إلى الطور الآخر اللي هو الطور السائل حسب هذه الحالة. أيضا نفس الشيء راح يواجه طبقة خفيفة موجودة على الانترفيس بالطور الثاني، راح تسلط مقاومة على مرور الجزيئات. فلذلك عدد الجزيئات في الانترفيس راح يكون هذا المقدار. كل ما يزداد المسافة ضمن هذه المنطقة الموجودة عندي هنا، بهذه الحالة راح نلاحظ بأنه عدد الجزيئات راح يبدأ يقل أكثر. والسبب أيضا أنه أكو مقاومة جاي يتم تسليطها في هذه المنطقة اللي موجودة هنا، فبالتالي راح يسبب إعاقة لمرور الجزيئات، فبالتالي ما راح تستطيع جميع الجزيئات المرور خلال هذه الطبقة، وإنما راح تبدأ تقل تدريجيا إلى أن توصل إلى هذه المنطقة اللي موجودة عندي هنا. الجزيئات اللي وصلت هنا راح تهرب من هذه الطبقة، فبالتالي تركيزها هنا راح يكون تقريبا متجانس، فلذلك ما راح نشوف أي تدرج بالتركيز في هذه المنطقة. طبعا هاي ال 18 اللي موجودة هنا هي رقم الصفحة. هنا نعدي هذا المقدار نسميه الأور جاز، أو هو عبارة عن طول الطبقة المقاومة أو طول الفيلم بالجاز فيس، وهنا هو عبارة عن الأير ليكويد مثل ما موجود عندي هنا. يعني إذا أجي أوضحها راح تكون أوضح بهذا الشكل، يعني مثل ما قلت لكم 18 رقم الصفحة، فالرسم راح يكون بهذا الشكل. هذا هو عبارة عن الأير جاز، وهذا هو عبارة عن الأير ليكويد اللي موجودة عندي هنا. فهذه الطبقة المنقطة هي فقط الطبقة اللي راح تسلط مقاومة، هي هاي فقط الطبقة اللي راح تسلط مقاومة على انتقال المادة. طول هذه الطبقة بالغاز L غاز، وطول هذه الطبقة بالليكويد هو عبارة عن L ليكويد. هذا فيما يخص النقطة الأولى. النقطة الثانية: The transfer across these films are steady state molecular diffusion. انتقال الكتلة عبر هذه الطبقات هو عبارة عن steady state. مثل ما نلاحظ هذا هو الرسم، هنا عندي هذا الطور غازي، وهنا عندي هذا الطور هو عبارة عن طور سائل. التركيز بالغاز طبعا احنا نعرف بأنه يقاس بالبارشل بريشر، والمولر فراكشن هو عبارة عن الواي اي، لكن ألاحظ بأنه تم استخدام وحدات أخرى مثل السي اي ستار والاكس اي ستار. سي اي ستار والاكس اي ستار هي عبارة عن تراكيز التوازن. تراكيز التوازن هي عبارة عن تركيز بطور آخر لطور معين. يعني مثل ما قلت لكم مسبقا، احنا نعرف بأنه دائما وحدة قياس التركيز بالنسبة للغاز هي عبارة عن partial pressure اللي هو موجود عندي هنا. لكن من أجي أقول سي اي سي اي خاص بالليكويد، وبما أنه احنا بالطور الغاز لذلك حطيت نجمة، وهو بالحقيقة تعريفه هو عبارة عن تركيز التوازن. أما بالنسبة للواي فهو عبارة عن refraction بالغاز، وإحنا نعرف بأنه أغلب الأحيان أو أغلب المصادر نستخدم الواي أو المول refraction حتى نجي نعبر عن المول refraction بالغاز. أما بالنسبة للإكس فعادة ما يستخدم لتعبير عن المول refraction في حالة السائل، فلذلك من أجيت حطيت فوقها نجمة، وهو بالحقيقة هو عبارة عن المول refraction للتوازن. إذا مبدئيا يعني نقول إذا كان عندي طور غازي، الوحدة الأساسية لاستخدام concentration هي عبارة عن PA إذا كان partial pressure، والـ YA إذا كان عندي مول refraction. أما الوحدة الثانوية اللي هي عبارة عن تراكيز التوازن، فيتم استخدام CA star ويتم استخدام XA star مثل ما موضح عندي في هذه الحالة اللي موجودة عندي هنا. أما بالنسبة للطور السائل فإحنا نعرف بأنه الوحدة الأساسية لقياس التركيز في الطور السائل هو عبارة عن CA، فلذلك هنا سي اي صارت عندي مثل ما واضحه هنا بدون نجمه، والاكس اي بالنسبه للمول فراكشن. اما بالنسبه لوحدات البي اي والواي اي فهي تعتبر وحدات توازن او وحدات ثانويه، يعني هذا البارشال بريشر اللي موجود عندي في حاله توازن، والمول فراكشن ايضا هو عباره عن المول فراكشن اللي موجود عندي ايضا في حاله توازن. او نقدر نقول بانه الوحده الاساسيه لقياس الكونسنتريشن هي عباره عن سي اي، والوحده الثانويه هي بي اي ستار، والوحدة الأساسية لقياس المول فراكشن بالسائل هي الإكس أي، والوحدة الثانوية هي الواي أي ستار. بالحقيقة هي مو وحدة ثانوية، لكن هاي الوحدة الثانوية حتى تظل معلومة ببالكم ب
بانه دائما من نجي على الغاز البي اي يكون بدون ستار. اما اذا اجينا استخدمنا سي اي في حاله الغاز فشرط انه يكون عندي سي اي ستار، لانها مو وحده اساسيه. وكذلك الحال بالنسبه للسائل، اذا اجينا نريد نحسب التراكيز بالسائل احنا نعرف بانه التركيز يقاس بالسي اي. اما اذا اجينا نريد نحسب التركيز بدلاله البارشل بريشر فلازم نخلي البي اي ستار باعتباره وحده ثانويه، والبي اي هنا راح يكون هو عباره عن ضغط التوازن وليس الفعل. اما بالنسبه للتركيز في منطقة الانترفيس فدائما نخلي له سبسكريبت اي للدلالة على الانترفيس. فبالنسبة لطرف الغاز نرمز له بالرمز بي اي اي او بارشل بريشر ات ذا انترفيس، وبالنسبة للسائل نرمز له بالرمز سي اي اي او بارشل كونستريشن ات ذا انترفيس. فدائما التركيز في هذه المنطقة يشير له بالرمز اي او سبسكريبت اي للدلالة على الانترفيس. هسه نجي على النقطة الثانية فيما يخص هذه النظرية. النقطة الثانية تقول The transfer across these films is a steady state molecular diffusion. الانتقال أو انتقال الكتلة عبر هذه الطبقات هو عبارة عن steady state molecular diffusion. يعني من أجي على هذا الرسم الانتقال اللي جاي يحدث ضمن هذه الطبقات هو عبارة عن molecular diffusion، وبنفس الوقت راح يكون هو عبارة عن steady state، يعني راح يكون قيمته ثابتة. فهذا شو يعني؟ هذا يعني بأنه في حالة إذا أجيت سويت مخطط للفلكس راح يساعدني بهذا الشكل. هذا راح يكون عندي الـ NA وتستمر بالانتقال عبر الانترفيس، هذا أيضا راح يكون عندي NA، ومن ثم تستمر بالانتقال عبر الليكويد، هذا أيضا عندي NA. يعني بمعنى آخر الانتقال يحدث مثلا على سبيل المثال من هذا الطور إلى هذا الطور راح يكون مستمر وراح يكون بشكل steady state. من نقول steady state يعني ما معناتها بأنه الـ NA أو الflux بـ gas phase راح يساوي لي الـ NA أو الflux بـ interface، وراح أيضا راح يساوي لي الflux بـ liquid phase. فإذا أجيت حسبت الflux بالطور الغازي راح يكون هو نفس الflux ضمن الانترفيس او خلال الانترفيس، وراح يكون هو نفسه الفلكس خلال الطور السائل، لانه عندي ستدي ستيت. من نقول ستدي ستيت راح تكون قيمته ثابته وما عندي اي تراكم، فبالتالي حسب المعلومات المعطاه عندي بالسؤال اقدر احسب الفلكس يا اما بالطور الغازي او اقدر احسبه خلال او عبر الانترفيس او اقدر احسبه بالطور السائل. القيمه راح تكون نفسها، السبب انه الفلكس عندي مثل ما موجود مثل ما وضحناه هو عباره عن ستدي ستيت. واحنا نعرف بما انه عندي steady state molecular diffusion مباشرة لازم نعرف بانه fixed first law راح يكون قابل للتطبيق، فلذلك النقطة الثالثة مرتبطة مباشرة بالنقطة الثانية. النقطة الثانية قالت steady state molecular diffusion، فالنقطة الثالثة مباشرة لل steady state molecular diffusion عندي fixed first law اللي ذكرناه بالمحاضرات السابقة، اللي هو عبارة عن NA يساوي سالب diffusivity AB DCA by DY. أما بالنسبة للنقطة الرابعة، فالنقطة الرابعة تقول turbulence dies out at the interface and that laminar layer exists in each of the two fluids. turbulence نقصد بها تيارات الحمل أو الدوامات. هذه الدوامات أو تيارات الحمل dies out يعني تختفي at the interface على الحد الفاصل. and that laminar layer exists والطبقة اللي ذكرناها مسبقا موجودة عندي هنا على طرفي السائل. يعني هذا الشيء يعني؟ هذا يعني بأنه في بعض الأحيان إذا كانت عندي عملية خلط بالطور الغازي أو الطور السائل أو إذا كانت أصلا موجودة تيارات حمل، هذه التيارات الحمل راح تسبب في حركة دوامات بهذا الشكل مثلا. هذه الدوامات في مجرد أن توصل إلى هذه الطبقة ما راح يكون بإمكانها العبور ضمن هذه الطبقة. السبب أنه الجزيئات على طرفي الانترفيس تكون مترابطة بطبيعة معينة تكون أقوى من قوة الترابط في بقية البارك الموجود عندي هنا. فبالتالي هذه الدوامات ما راح تجي ما راح تقدر تخترق هذه الطبقة، فلذلك دائما هذه الطبقة تكون بشكل لامينار أو انسيابية، تكون لامينار وهذه أيضا راح تكون لامينار. يعني ما راح نلاحظ أي تيارات للحمل موجودة عندي هنا ضمن هذه المنطقة، فلذلك أي تيارات الحمل موجودة سواء بالطور الغازي أو بالطور السائل بمجرد أن توصل إلى هذه الطبقة
ما راح تقدر تعبر، فلذلك دائما هذه الطبقة تكون عندي هنا لامينار. ومثل ما ذكرنا بالنقطة الأولى طبعا، هذه الطبقة راح تكون موجودة على طرفي السائل أو طرفي الفلويد عفوا، سواء كان سائل أو طرف أو غاز، على طرفي الانترفيس موجودة منها وموجودة أيضا منها، فراح تكون طبقة لامينار، وهي بنفس الوقت هي اللي راح تسلط مقاومة لانتقال الكتلة. هسه نجي على النظرية الثانية اللي هي عبارة عن Penetration Theory. أيضا هذه النظرية لها بعض الفرضيات، راح نشوف شنو هذه الفرضيات. أول فرضية تقول بأنه Unsteady State Molecular Diffusion، يعني من يحدث الانتقال من طور إلى آخر راح يكون Unsteady State أو أكو بيه تغير مع الزمن. لو أجينا وضحنا الرسماتها بالشكل التالي، لو نفرض بأنه أدي هذا في طور معين على سبيل المثال فليكن طور غازي. نفرض بأنه الموجود عندي هنا هو عبارة عن غاز، والموجود عندي هنا هو عبارة عن ليكويد. الانتقال اللي يحدث حسب هذه الفرضية من منطقة إلى أخرى أو من الغاز إلى الليكويد أو بالعكس مثلا بهذا الشكل هو عبارة عن Unsteady State. Unsteady State Molecular Diffusion، يعني الديفيوجن اللي يحدث راح يكون عندي مو ثابت مع الزمن، متغير مع الزمن. وهسه راح نجي نوضحها شلون يعني هذا الشيء. النقطة الثانية، molecules moves in groups to the interface. Some of them penetrate to the other face moving far away from the interface while the rest mix back with the bulk where they came from. الجزيئات تتحرك بشكل مجاميع إلى الانترفيس وتبقى على الانترفيس أو تبقى على هذا الحد الفاصل لفترة زمنية معينة. قسم من هذه الجزيئات راح يخترق الانترفيس ويتجه للطور الآخر ويستمر بالحركة بعيدا عن الانترفيس، بينما الجزيئات البقية راح ترجع تختلط ويا البلك اللي اجت من عنده. يعني هذا شنو معناته؟ هذا معناته بأنه الجزيئات راح تجي بشكل مجاميع. يعني مثلا لو نفرض بأنه عندي مجموعة من الجزيئات، هذه المجموعة راح تجي باتجاه الانترفيس بسبب فرق التركيز، وراح تبقى على هذا السطح لفترة معينة، مثلا 4 جزيئات. أثناء بقائها جزء من هذه الجزيئات راح يعبر، مثلا على سبيل المثال نقول عبرت جزيئتين فقط، والجزيئتين البقيت راح ترجع تختلط بسبب تيارات الحمل مع البلك اللي اجت من عنده. وبعد فتره معينه ومستمر هذا الشيء راح يكون مستمر. وايضا مثلا تحركت عدة 3 جزيئات بهذا الشكل، تحركت بشكل مجموعه الى الانترفيس، اجت بقت على الانترفيس لفتره معينه، واحده من عندهم عبرت الى الطور الاخر والبقية أيضا رجعوا إلى الاتجاه الآخر. فنلاحظ هنا بأنه الجزيئات راح تجي بشكل مجاميع تبقى على الانترفيس، قسم من عندها ينتقل والقسم اللي بقى منتقل راح يرجع إلى البارك. لكن نلاحظ بأنه الانتقال هنا عندي مو متساوي، يعني كل مجموعة راح تنتقل من عندها عدد معين من الجزيئات، ونفس المجموعة ممكن أنه في كل وقت معين ينتقل من عندها عدد محدد من الجزيئات غير متساوي. فلذلك العملية دائما تكون عندي بشكل Unsteady State Molecular Diffusion مثل ما ذكر بالنقطة الأولى، وتوضيحها كان بالنقطة الثانية هو حركتها بشكل مجاميع. أما بالنسبة للنقطة الثالثة فهي ارتباطها مباشرة بالنقطة الأولى. طول ما أكو عندي Unsteady State Molecular Diffusion مباشرة راح نفكر بالفيك Second Law اللي هو القانون الثاني لفيك. في المحاضرات السابقة ذكرنا الفيك First Law اللي هو عبارة عن Steady State Molecular Diffusion. أما إذا كان عندي Diffusion هو غير مستقر Unsteady State، فبهذه الحالة مباشرة راح نفكر بـ Fixed Second Law. Fixed Second Law اللي هو بهذا الشكل، اللي هو عبارة عن Partial Differential of CA with Time يساوي Diffusivity AB D2CA by DY square. يعني هذه المعادلة تنطيني تغير التركيز مع الزمن. واحنا نعرف بمبادئ الهندسة الكيميائية مسبقا من ماخذين بأنه إذا عندي Material Balance أو إذا عندي Energy Balance، من نشوف اكو تغير للماتيريال او تغير للانرجي مع الزمن مباشرة نعرف بانه الحالة موجودة عندي Unsteady State. او بمعنى اخر اي معادلة يظهر بها تايم هذا يعني بانه عندي Unsteady State، تغير مع الزمن. فالفيك سكند لو يقول تغير التركيز مع الزمن يساوي له Diffusivity الاي بي في التغير او المشتقة الثانية Partial السي اي مع الدي واي سكوير. تغير التركيز مع الزمن يساوي لي تغير التركيز مع المسافة من الدرجة الثانية. والباوندري كونديشنز عندي أو الظروف التشغيلية لهذه الحالة هي كما يلي.
اذا اجي اوضحها على الرسم نقراها قبل اروح على الرسم، التايم يساوي صفر، تركيز من صفر الى انفينيتي بالنسبه للواي راح يكون هو عباره عن سي اي نوت. واذا كان عندي التايم اكبر من صفر بنقول تايم يساوي صفر، يعني بعد ما حدث عندي اي انتقال الكتله، انتقال الكتله صفر او عدد الجزيئات المنتقله راح يساوي صفر. ومن نقول تايم اكبر من صفر هذا يعني بانه بدا عندي الانتقال، فمن يبدا عندي الانتقال والواي تساوي صفر التركيز راح يكون هو عباره عن سي اي انترفيشن، ومن يبدا عندي الانتقال والواي تساوي انفينيتي، وهسه راح نوضح ايش نقصد بها انفينيتي، التركيز راح يكون عندي هو عباره عن سي اي نوت. اجي على الرسم، لو نفرض بانه هذا هو الانترفيس اللي هو الخط الازرق، بالانترفيس راح تكون عندي هذه النقطه الموجوده هنا هي عباره عن الواي يساوي صفر، وهاي الواي تمثل المسافه بين سطح الانترفيس الموجود عندي هنا وبين الجزيئات المنتقله. فعندما تكون المنطقه هي الانترفيس نفسها فاعتيادي راح تكون عندي قيمه الواي راح تساوي صفر. كل ما نبتعد عن الانترفيس بهذا الاتجاه او نبتعد عن الانترفيس، اذا فرضنا بان الانتقال يحدث عندي من الغاز للسائل، فهنا راح تكون عندي الواي كانما تساوي انفينيتي، قيمه الواي تزداد كلما زاد الابتعاد عن الانترفيس. فحسب الباوندري كونديشنز نقول بانه عندما يكون عندي التايم يساوي صفر، يعني كانما الانتقال بعد ما حدث نهائيا. فالباوندري كونديشنز يقول عندما تكون عندي قيمه الواي هي اكبر من الصفر واقل من الانفينيتي، يعني من نقول اكبر من الصفر واقل من الانفينيتي، يعني كانما قيمه الواي ابتداء من هذه المنطقه الى فد حد معين، التركيز هنا راح يكون عندي هو عباره عن سي اي نوت. سي اي راح يساوي لنا التركيز الابتدائي اللي هو سي اي نوت. النوت هاي دلاله التركيز الابتدائي. فحسب هذه الحاله اذا بعد ما حدث عندي اي انتقال فان تركيز الماده على بعد مسافه معينه يعني اقل من الانفينيتي هو عباره عن سي اي نوت، ويكون تركيزه متجانس. اما بالنسبه للباوندري كونديشن الثاني فهو عندما نقول تايم اكبر من صفر، يعني بدات تحدث عندي عمليه الانتقال، يعني بدات جزيئات الماده اي تنتقل من هذا الطرف الى هذا الطرف، يعني صار اكو عندي تركيز هنا وصار عندي تركيز هنا. فبهذه الحاله ات واي يساوي 0 عندما يكون عندي التركيز يساوي صفر مثل ما ملاحظين هنا، او العفو عندما تكون عندي الواي تساوي صفر التركيز هنا راح يكون هو عباره عن سي اي انترفيشن. سي اي راح يساوي سي اي انترفيشن. نقصد بالسي اي انترفيشن هو التركيز على الانترفيس، لان احنا اصلا من قلنا بانه الواي تساوي صفر هذا يعني بان احنا اصلا موجودين في منطقه الانترفيس اللي هي موجوده عندي هنا. فهنا التركيز مالت الماده اي على هذا الانترفيس راح نرمز له بالرمز سي اي اي للدلاله على انه قيمه التركيز المقاسه هي عباره عن قيمه التركيز بالانترفيس اللي موجود عندي هنا، فلذلك حطيت هاي السبسكريبت الاي دلاله على الانترفيس. وايضا عندما يحدث عندي الانتقال اللي هو التايم اكبر من صفر، عندما تكون عندي قيمه الواي تساوي انفينيتي فان التركيز في هذه المنطقه هو نفسه راح يكون عباره عن التركيز الابتدائي. يعني هذا الشيء يعني هذا يعني بانه المنطقه على بعد انفينيتي من الانترفيس ما راح يوصلها التركيز، فلذلك التركيز راح يبقى هو نفس التركيز الابتدائي نفسه، هو مثلا هنا عندي سي اي نوت على سبيل المثال اللي هو التركيز الابتدائي. فحتى لو حدثت عندي عمليه انتقال الجزيئات اللي موجوده عندي هنا ما راح تكون عندها قابليه ان توصل الى منطقه الانفينيتي، فلذلك التركيز بالانفينيتي راح يبقى هو نفسه التركيز الابتدائي وما راح يتاثر. اما بالنسبه للواي يساوي صفر، المسافه تساوي صفر، فمثل ما ذكرنا هو عباره عن سي اي انترفيشن، وفي بدايه العمليه التركيز مالتي في البلك ايضا راح يكون هو عباره عن تركيز ابتدائي اللي هو قيمته ايضا راح تكون عباره عن سي اي نوت. اما فيما يخص النقطه الاخيره اللي هي النقطه الخامسه، فهذه النقطه تقول بانه الان اي اللي هو عباره عن الفلاكس راح يساوي 2 في السي اي انترفيشن ناقصا سي اي نوت تحت جذر ديفيوزيفيتي اي بي على باي في التي اي. التي اي هو عباره عن تايم اوف اكسبوزر او زمن التعرض. زمن التعرض نقصد به احنا قلنا قبل قليل بانه هذه الجزيئات تجي بشكل مجاميع وتبقى على الانترفيس لفتره معينه من الزمن، قسم من عندها يعبر وقسم من عندها يرجع.
الفترة اللي تستغرقها هذه الجزيئات في البقاء على هذا السطح الموجود عندي هنا، أو بصورة عامة نقدر نقول بأنه الزمن اللي يتعرض به السطح إلى هذه الجزيئات هذا نسميه الاكسبوجر تايم، وهذه بدوره راح نقدر نستخدمه حتى نحسب الفلاكس عن طريق استخدام الانترفيشال كونسنتريشن، وعن طريق استخدام الانيشال كونسنتريشن عن طريق الديفيوزيفيتي. هذا فيما يخص النظريه الثانيه. وبالنسبه لي النظريه الثالثه هي نظريه سيرفس رينيوال ثيوري، او نظريه السطح المتجدد. حسب هذه النظريه النقطه الاولى تفرض بانه عندي ان ستيدي ستيت ديفيوجن، ايضا راح يكون عندي ديفيوجن هو غير مستقر. والنقطة الثانية تقول بأنه الـ NA يساوي CA interfacial ناقص الـ CA note، والـ CAI هو عبارة عن CA interfacial أو التركيز على الانترفيس. وأيضا بالنسبة للـ CA note هو عبارة عن التركيز الابتدائي في تحت الجذر diffusivity A لـ B في الـ S. الـ S هو عبارة عن الـ rate of formation of fresh surface. الجزيئات اللي راح تجي، يعني رسمها راح يكون أشبه برسم النظرية السابقة. الجزيئات اللي راح تجي بشكل مجاميع هنا ممكن انه تكون فت سطح على هذا الانترفيس اللي موجود عندي هنا. معدل تكوين هذا السطح الموجود عندي هنا اللي هو ناتج من تراص الجزيئات المنتقله من البلك الى الانترفيس، معدل تكوين هذا السطح نرمز له بالرمز S اللي هو عباره عن Surface Renewal Formation او تكوين سطح جديد. فهاي النظريه جدا بسيطه وتفرض فقط فرضيتين، الفرضية الأولى عن ستيدي ستيت، والفرضية الثانية هي معادلة لحساب الفلكس. المعادلة حتى نحسب الفلكس فقط نحتاج حساب معدل تكوين هذا السطح، وهذا المعدل طبعا ممكن أن يقاس مختبريا عن طريق تقنيات مختبرية نقدر من خلاله نقيس المعدل اللي جاي يتكون به هذا السطح على الانترفيس. هسه نجي على النظرية الرابعة اللي هي الفيلم بنتريشن ثيوري. هذه النظرية تجمع بين فرضيات تو فيلم ثيوري وفرضيات البنتريشن ثيوري. فلو نجي على هذه النقاط الخاصة بهذه النظرية، النقطة الأولى تقول the whole of the resistance to transfer is regarded as lying within a laminar film at the interface. جميع المقاومة لانتقال الكتلة راح تكون موجودة ضمن طبقة انسيابية موجودة على الانترفيس أو على الحد الفاصل. وهي ذكرناها بالنظرية الأولى بأنه المقاومة لانتقال الكتلة موجودة ضمن طبقات لامينار، طبقات جدا خفيفة موجودة على الانترفيس بالطرفين أو بالطورين. فهذه النقطة الأولى هي ضمن فرضيات أو ضمن فرضيات النظرية الأولى اللي هي عبارة عن المقاومة موجودة ضمن طبقة لامينار موجودة على سطح الانترفيس. النقطة الثانية راح تكون مأخوذة من الـ Penetration Theory اللي هي عبارة عن Mass Transfer at the Interface is Unsteady State. انتقال الكتلة خلال الحد الفاصل راح يكون هو غير مستقر Unsteady State. وبالنسبة للنقطة الثالثة فهي مرتبطة ارتباط وثيق بالنقطة الثانية اللي هي طول ما أكو عندي Unsteady State راح يكون عندي Fixed Second Law Applies اللي هو عبارة عن Partial Differential Concentration مع Time يساوينا Diffusivity AB مع second partial differential concentration مع الواي، اي انه التغير مع الزمن بالنسبه للconcentration يساوي diffusivity AB في التغير مع الواي بالنسبه للسي اي من الدرجه الثانيه. اما بالنسبه للنقطه الرابعه فتقول fresh surface is formed at intervals from the fluid which is brought from the bulk of the fluid to the interface. يتم تكوين سطح جديد عبر فترات زمنيه باستخدام السائل القادم من البلك. البلك يقصد به هو الكتلة المجاورة للانترفيس. فيتم تكوين سطح جديد، فلو فرضنا بأنه الانترفيس هو هذا الخط اللي موجود عندي هنا. فالجزيئات اللي موجودة بالبلك على سبيل المثال لو سويناها باللون الأحمر، نفرض بأنه هذه الجزيئات موجودة بالبلك مالت السائل وقريبة على الانترفيس. أثناء توجهها إلى الانترفيس راح تقوم بتكوين سطح عبر فترات زمنية تكون متاخمة أو ملاصقة للإنترفيس. هذا السطح طبعا يتجدد باستمرار، يتكون ويتفكك، يتكون ويتفكك بصورة مستمرة. فهو عبارة عن سطح فريش يتم تكوينه عبر فترات زمنية معينة. بالنسبة للنقطة الخامسة فراح تكون عندي the boundary conditions for this theory are، مطين boundary conditions، الظروف الخاصة بهذه النظرية
هي انه عندما يكون عند التام يساوي صفر، يعني كانما بعد ما بدات عندي اي عمليه انتقال، التركيز راح يكون عباره عن سي اي نوت. لو فرضنا بانه بعد ما صارت عندي اي عمليه انتقال، نفرض بانه بعد لحد الان ما انتقلت اي وحده من هاي الجزيئات الموجوده عندي هنا، نفرض بانه ماكو عندي اي عمليه انتقال، بس مجرد بانه الجزيئات موجوده على هذا الانترفيس الموجود هنا او عفوا بالبلوك، والانترفيس هو هذا الخط. فعندما يكون عندي التايم يساوي صفر حسب ما ذكر هنا، فانه الباوندري كونديشنز اذا كان التايم يساوي صفر، نقصد من نقول التايم يساوي صفر نقصد بانه ما حصلت عندي اي عمليه انتقال، ففتشي بديهي التركيز راح يكون هو عباره عن السي اي نوت او التركيز الابتدائي. هاي بالنسبه للظرف الاول. الظرف الثاني عندما تكون عندي الواي تساوي صفر، فالتركيز دائما يشار له ب سي اي انترفيشال، ومن نقول واي تساوي صفر مثل ما ذكرنا النظريات السابقه نقصد بانه الواي تساوي صفر هو الانترفيس، لان احنا قلنا الواي هي المسافه اللي تتحرك الجزيئات بالنسبه الى الانترفيس، فنقول الواي تساوي صفر هذا يعني بانه هو هذا الانترفيس. فدائما التركيز على الانترفيس هو عباره عن سي اي انترفيشال، هذا الشيء ثابت حسب فرضيات هذه النظرية. أما عندما يكون عندي الـ Y يساوي L اللي هو على بعد مسافة معينة من الانترفيس، فالـ CA راح يكون هو الـ CA نوت حتى لو حدثت عندي عملية الانتقال. طبعا هذا الـ Y يساوي صفر والـ Y يساوي L، هذا عندما يكون عندي التايم هو أكبر من صفر، أي أنه عندما تحدث عملية الانتقال. عندما يكون عندي التايم أكبر من صفر، يعني بدأت عندي عملية الانتقال مثل ما ذكرنا at y يساوي صفر، السي اي هو عبارة عن سي اي انترفيشن. وعندما تكون عندي ال y تساوي l ويقصد بها l هو انه مسافة محددة، يعني من النظريات السابقة ذكرناها انفينيتي، هنا على بعد مسافة محددة من الانترفيس، لو فرضنا بان هاي المسافة هي عبارة عن l، التركيز هنا راح يكون هو عبارة عن سي اي نوت. يعني هذا الشيء يعني، هذا يعني بانه على بعد مسافة معينة من الانترفيس الجزيئات ما راح تكون واصله، فالتركيز هو نفسه راح يكون تركيز ابتدائي، يعني حتى لو حدثت عندي عمليه الانتقال لهذه الجزيئات عبر الانترفيس وانتقلت الى الطرف الاخر، راح تتحرك مسافه معينه، لكن على بعد مسافه L، وهي L طبعا خاصه بكل نظام، تختلف من نظام الى اخر. بعد هذه المسافه اللي هي L راح نلاحظ بانه التركيز هو نفسه التركيز الابتدائي، اي انه ما حدثت اي عمليه انتقال او ما وصلت اي جزيئات الى هذه المنطقه اللي موجوده عندي هنا على بعد مسافه L. وطبعا هاي الظرفين عندما نقول الواي تساوي L، فالتركيز في هذه الحاله راح يساوي لنا التركيز الابتدائي. ومثل ما ذكرت هاي الظروف الاثنين اللي موجوده عندي هنا، هي عندما يكون عندي التايم اكبر من صفر، او عندما تكون عندي حدثت عمليه انتقال او حدثت عمليه ماس ترانسفير.